هذا المشروع العظيم وكل الحاضرين والحاضرات معنا في هذا اللقاء. أحبتي في الله، ها قد تجدد اجتماعنا ولقاؤنا على مائدة من موائد القرآن وتداوس آية الرحمن، وخير ما نفتتح به مجلسنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا المقرئة أسماء عبد الرحمن مولاي، فلتتفضل مشكورة مأجورة بإذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أختي رجاء، الصوت مسموع؟ نعم الأخت أسماء، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين
وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا لمن الشاهدين. أخيتي أسماء بارك الله فيك وجعل هذه الآيات الطيبات المباركات في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. حضورنا الكريم، لا يخفى عليكم أننا نجتمع في رحاب مشروع النهضة بالقرآن الكريم، هذا المشروع الذي سهرت عليه جمعية المعالي للعلوم والتربية كل السهر لأجل إنجاحه وبلوغ أهدافه ومقاصده، ألا وإن أسماها إشاعة حفظ كلام الله عز وجل في ربوع وطننا الحبيب الجزائر. قرآننا شفاء الصدور ونور البصيرة والعقول، تعاهدناه ونحن صغار وتدارسناه في مدارسنا وزوايانا ومخيماتنا حضورية كانت أو إلكترونية، فكيف للعاقل أن يترك حبل الوصال مع هذا النور من خلال هذه المحاضرة الطيبة المتألقة التي وسمت بعنوان أهل الله من هم؟ حضورنا الكريم، بدون إطالة مني أدعو فضيلة الأستاذة والدكتورة المتألقة والمرأة الرسالية التي وهبت نفسها للدعوة إلى الله عز وجل إلى محبوبة الجميع، بل دعوني أناديها محبوبة الجزائريين أو بالأحرى الجزائريات، ونخص بالذكر النهضويات منهن. إنها الدكتورة هالة سمير من دولة مصر الشقيقة المقيمة حاليا بدولة تركيا. بكل فخر واعتزاز، بكل ترحيب وإكرام وإجلال بين أهلك وإخوانك في الجزائر، أدعوك أستاذتي الفاضلة لك الكلمة. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل جهدكم هذا في موازين حسناتكم يوم القيامة، يجعل الله سبحانه وتعالى يرى هذا الجهد يدخلنا به الفردوس الأعلى ويرضى عنا الله عز وجل ويلحق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم أمين. يعني أسلكت صدري صراحة بهذه المقدمة، أهلنا في الجزائر لهم عزة خاصة وكبيرة، وأخواتنا يعني أصحاب القرآن وأصحاب طريق القرآن لهم علينا يعني من الحقوق والواجبات اللي هنقولها النهاردة بإذن الله. في البداية يعني أنا فرحانة جدا أكتر من فرحكم، أنا فرحانة جدا جدا بدعوتكم ليا ان انا القي كلمه في محفل مثل هذا المحفل. اي شيء يساهم في رفعه كتاب الله وتحكيم كتاب الله وحفظ الصدور والقلوب لكتاب الله الواحد يشرب به. يعني نقول كده مثلا نتمحك في الثواب عشان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه نقول والله يا رب احنا كنا مع الناس الصالحه دي. عنوان الحلقه اللي انا هقولها لكم المحاضره النهارده أهل الله من هم، حديث البراء بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فبشرى تلاقي الناس تقول لك والله إحنا لنا أهل بس عايشين ولا كأنهم عايشين، أو اللي ملوش أهل، أو اللي ملوش سند، أو اللي ملوش ظهر، أو اللي ملوش أنيس، اللي ملوش حبيب. أهل الله وخاصته هم أهل القرآن. والله الواحد بيتباشر بهذا الحديث. كل أحاديث أهل القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية، كل التحفيز والتشجيع ويعني الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن، يعني أنا يكفيني فيه إن أهل الله وخاصة يوم القيامة يعني لهم مكان خاص. أهل الله، أهل الله، لما نقول السبعة اللي ظلهم الله في ظله وأهل الله في، إذا كان دول السبعة
ان دول في ظل للرحمن خاص. امال فين اهل الله؟ دول الخاصه. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اهل الله وخاصته. بصوا يعني انا مش هنظر النهارده واقول ترغيب واحاديث وان المفروض اهل الله دي لهم اخلاق ويتخلقوا بيها والمفروض ان دي بدايه الطريق. يعني القلب الذي يجعله الله سبحانه وتعالى اهاب للقران، القلب الذي يجعله الله اهل ان هو يعي كلام الله ويبقى حافظ لكلام الله وكتاب الله، ده قلب جميل. احنا بنفرح بهذه القلوب، قلب جميل، ولكن له من الاداب ومن الاخلاق تسمى اخلاق حملة القران. انا هتكلم الجزئيه دي في الاخر، لكن خليني اقول لكم على شويه مواقف وتجارب انا مريت بيها يا اخوات مع الناس اللي كان لهم حال مع القران. يعني فيما مضى كان يعني هارون رشيد يصحى من النوم في القيام في وقت السحر على مقوله من يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي، ناس عايشه بالقران والراجل ماشي صح الناس بكلام ربي كلام ربي. لكم على يعني تجربه اهل القران وازاي هم يعني اللي مروا في حياتي وشفتهم حقيقه. يعني انا مش هتكلم عن رؤيا الامام حمزه ولا هتكلم عن اهل الله وخاصته اللي ذكروا في الماضي، انا هكلمكم على اللي احنا شفناهم لحد 2021. والناس دي موجوده ولها كرامات، لها كرامات. اهل القران موفقين في حياتهم، اهل القران الله سبحانه وتعالى يقضي لهم امورهم، اهل القران يسددهم الله ويوفقهم الله، اهل القران علاوة هم اهل الله وخاصته حالهم في الدنيا هم في جنة في الدنيا. لما بيحفظ ولا بياخد سند ولا بتاخد متن ولا ترتقي في درجات الآيات أنت في جنة الأرض. لذة أهل القرآن لقراءة وحفظ وتسميع وتعتعت وإخراج المخارج والقراءات وكل ما يمت لهذا العلم بصلة هي جنة. ده الإيمان الحقيقي. يقولك لذة الإيمان، أجد لذة الإيمان في جوفي، جوفك ولذة الإيمان هي الجنة اللي انت عايشها في الدنيا. عرفها لهم ده فيها، لكن في جنة في الدنيا، في جنة في الدنيا لازم أهل الإيمان يخشوها، هي لذة قراءتك للقرآن ولذة حفظك للقرآن، لذة إن انت في معية الله، إن انت أصلا في معية ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا كان نفسي صراحة يعني يبقى معايا النماذج اللي بحكي لكم عنها ديت، لكن هم أخوات متواجدين متواجدين والله ما بارك لهم حال من 20 سنة وإلى وقتنا هذا. أحكي لكم موقف لأخت من الأخوات حمل الكتاب الله. كنت هي كفيفة، كانت تحفظ بطريقة برايل، وبعدين كانت لما تيجي تحفظ تقول لي سمعي، أجي أسمع لها، فكانت تغلط، مش تغلط في الآيات، كانت تجيب متشابهات، يعني متشابه الأعراف متشابه الشعراء، كانت تجيب متشابهات من الآيات. لما كانت تغلط او تجيب متشابه فكنت اوقفها اردها، هتقولي لا لا ترديني لا تردينيش، ولكن خبطي اعمليلي كده اعمليلي كده علشان انا اعرف ان في امر، فتراجع الايه فتجيبها. اعرف من حمل الكتاب الله اخوات كانوا ايام الجامعه كانوا يلفوا علينا وقت الامتحانات. وقت الامتحانات دي طبعا يعني في المدينة الجامعية بتبقي محتاجة وبس حد يعمل لك كوباية شاي ولا حد يكولك الخمار اللي انت نازلة بيه تاني يوم الامتحان، وانت في مدينة جامعية بعيدة عن الاهل يعني. فكان يجي حمل الكتاب الله فقط هم لا غير، تذكرك بآية من آيات الله بس، تقرأ لك آية واحدة بس، وتاخد خماراتك والعبايات بتاعه الغرفه واللي معاها الثانيه والغرفه اللي جنبك، ويقعدوا يقوا الملابس للصبح عليهم امتحانات. شفت من اخلاق اهل القران يعني ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. انا شفت ده بعيني، شفت اللي كان بيبقى معاها حاجه ولكن تؤثر بها اختها في الله، لان دي من اخلاق حملة القران. انا اما نيجي في مخيم جميل المشروع الجميل اللي انتوا عاملينه، اللهم بارك يا رب وبارك للقائمين عليه ولصاحب الفكره ويجعلها في ميزانهم اليوم الدين، اللهم امين. الناس اللي بتقوم على مثل هذه الاشياء ويبقى ذخر ليها وحسنات الى يوم القيامه، اللهم امين.
شفت اخت من اخوات من يؤثرون على انفسهم، دولت الناس اللي بيؤثروا على انفسهم، كانت تقول هكذا لي، يعني تقول لي الدنيا يا هالة مش دار مقام، الدنيا دي سفر، زي ما بنسافر من القاهرة لإسكندرية، هي سفر ومحطات، وفي محطة هنقابل ربنا فيها. الذكاء بتاعك انك تاخدي الزاد من كل محطة عشان تقدري توصلي للمحطة الأخيرة. هو قفلوا المايك يا اخوات على الزوم، اخوات على الزوم قفلوا المايك. لما باجي اكلمكم عن الـ عن الـ عن الاخوات دولت، انا اتعاملت معاهم وشفتهم ناس قمه في الاخلاق. كان عندهم وقت الصلاه، وقت الصلاه وقت قاطع قاطع، ومظبطه المنبه على القيام، تقوم ساعه القيام الثلث الاخير، وقت هو محدد لا يمكن تسيبه، يؤذن الاذان تروح تصلي. كان وقت من الاوقات على يعني نوع من انواع المواصلات، ولازم وقت محدد، تقول لك عمر ربنا ما هيبارك الا لما اصلي الصلاه. الفكره في الاول وفي الاخر ايه؟ لهم اخلاق. انا لما اكلمك من هم اهل الله، مين يتمنى يكون من اهل ربنا؟ انا يا رب، انا اهل الله لهم اخلاق. اهل الله عرفنا انهم اهل القران، ولكن مش الحفظ بس. انا لا يعنيني في المحاضره ديت ولا في المخام اللي انتوا عاملينه ده ان احنا نطلع حافظين، مع ان ده مستهدف، يعني ده مستهدف ان نطلع حافظين، وحافظين كميه وحافظين 15 20 نختم تمام، لكن في مستهدف اجمل منه، ان انا اكون انا كعبد لله قران يمشي على الارض، انا اكون قران يمشي باخلاقي بالايات. لما اجيب حاجه اسمها اعرف ان في حاجه اسمها تدبر الصوره، وتثوير بالثاء الصوره، تثويرها يعني ايه؟ معرفه الافعال في الصوره بتقول ايه، مراد الله عز وجل من الايات ايه، الله سبحانه وتعالى ايه افعاله اللي موجوده، حاضر يا رب، ايه المنهيات النواهي اللي ربنا قال عليها، حاضر يا رب، اسباب نزول الايات ايه، معاني الكلمات ايه، مراد الله، اسماء الله الحسنى وافعال الله في هذه الصوره ايه، ده المطلوب. انا عايزين جيل يحمل كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ويحمل صفات المفروض ان احنا نتصف بيها من الاخلاق مع العمل. احنا عايزين حفظه وحمله يعي القلب ما يحفظ من القرآن ويبان على الجوارح. احنا عايزين اللي يبان على الجوارح من الصدق والأمانة والأخلاق والعطاء والتعاون وحب الآخرين والإيثار، عايزين كل الكلام ده. احنا عايزين الناس اللي تطلع من اي مخيم لحفظ القرآن طالعين حملا القرآن خلقا وفعلا، وده المستهدف. احنا بنبقى فرحانين جدا جدا يا اخوات لما نلاقي طفل ختم او طفلة ختمت او معاها اجازة قراءة واقراء، نبقى فرحانين جدا، ومخارجها سليمة وصحيحة وصفات الحروف ما شاء الله عليهم. ولكن برضو احنا بنبقى عايزين مستهدف انه يفهم هو بيقول ايه، لما يجي مثلا يعرف عن الله سبحانه وتعالى بافعاله وصفاته واسمائه هيتصرف بيه، لما يعرف ان من اخلاق القرآن ابدا لا يخاف في الله لوم تلائم وقول الحق ابدا ولو على رقبتي، لما يعرف ان من اخلاق حملة القرآن ان هم اهل الله وخاصته ان 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 هو يقول الصدق ويقول الحق ويقول كذا ويؤدي الامان ولا يخون الامان، انه لا يظلم نفسه ولا يظلم اخوه المسلم ولا يظلم ربنا سبحانه وتعالى بالشرك به، ما دي ثلاث انواع من انواع الظلم، هي دي الاخلاق اللي احنا محتاجينها، ان يبقى طالعين، وده مستهدف، احنا طالعين من المخيم دوت مش بس حافظين كلام وقرآن ربنا، وده مستهدف جميل على فكرة، لكن احنا كمان عايزين نطلع من الكلام ده واحنا بنتخلق بالأمر. عارفين سبب نزول الآيات؟
عارفين الآية دي نزلت مين من الصحابة، عارفين مراد الله سبحانه وتعالى منها إيه، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر إيه. ليه؟ عشان تبقى قرآن. كيف كان رسول الله يا عائشة؟ قالت عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. إحنا عايزين نكون كده بالخلق وبالصفات وبالأفعال، مش بس بالكلام. احنا عايزين نقيم الحروف والحدود، عايزين نقيم حروف القرآن إقامة صحيحة ونقرأ قراءة صحيحة، والحدود افعلي هذا حاضر يا رب، لا أصلي أفكر بقى يعني مش دلوقتي كمان شوي، لا الله قال، الله عز وجل قال، طالما قال الله سبحانه وتعالى حاضر يا رب، حاضر يا رب، سمعا وطاعا يا رب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، حاضر يا رب. افعلي كذا حاضر، يراني الله سبحانه وتعالى في المكان اللي يحب أن يراني فيه واللي يرضى علي أن يراني فيه، الله سبحانه وتعالى يراني فيه. ولا يراني أبدا في موضع ولا موضع ولا حال قلب ولا حال تفكير ولا حال جوارح في مكان لا يرضى الله سبحانه وتعالى أبدا. احنا محتاجين نعيش مع القرآن في اليوم والليلة والساعة الـ 24 ساعة في الـ 24 ساعة وقلوبنا حية بالقرآن. احنا محتاجين نبقى زي المرأة التي تكلمت بالقرآن. كنت مرة في اعتكاف، وبعدين ايام ما كان في اعتكافات ومساجد يعني، ووجدت اخت يعني هي تحفظ من القرآن 10 أجزاء فقط، فكانت تقول وردها في الحفظ على مدار اليوم والليلة، مثلا راحة نازلة السلالم طلع سلالم بتركب مواصلة كذا تخلص 10 الحفظ، وتأتي في المسجد في الاعتكاف تختم بقية 20 جزء، ختمت في 10 الأواخر 3 مرات، وكانت في نهاية المرة الرابعة ولكن يعني ما أتمتش، يعني كانت 3 ويمكن أكتر من الختمة الرابعة. احنا فين من الناس دي؟ احنا فين من حال القرآن؟ احنا فين من بلاغة القرآن؟ احنا فين من بلاغة النحوية في القرآن؟ النحو ذات نفسه في بلاغة للقرآن. ليه جاب ربنا هنا من وما جابش فيه؟ ليه هنا في من للتبعيد وهنا اللي في ما وما فيش لم وما فيش لن؟ ليه؟ محتاجين نعرف الكلام مع يعني تكفيف المنابع وعلامات الساعة اللي احنا فيها، وان الدنيا يعني انا مش عارفة الدنيا جرى فيها ايه. مفيش اللي تلاقي كده منفذ زي المنفذ اللي انتوا فيه. عشان كده انا عايزاكم يعني تحمدوا ربنا وتسجدوا سجدة شكر ان ربنا يسر لكم مخيم زي دوت، ويسر لكم يعني اجتماع مبارك زي دوت، نجتمع على حفظ كتاب الله وعلى التواصي بكتاب الله. يا اخوات اخوات الزوم افقلوا المايك، افقلوا المايك يا اخوات الزوم، الله يبارك لكم يا رب. تمام، يعني اخر حاجة اوصيكم بيها، اخر حاجة اوصيكم بيها، خلي كلام ربنا مش بس في قلبك، في عينك وفي لسانك وفي جوارحك وفي سمعك وفي بصرك وفي دمك يا جريب. يعني الواحد لما يعيش بكلام ربنا سبحانه وتعالى ويعيش في معية كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها يستحق ان يكون من اهل الله وخاصته. مش بس اللي بيحفظ يا اخوات، مش بس اللي بيحفظ القرآن، لا كمان اللي بيحفظ قرآن واللي بيعمل بالقرآن واللي عايش للقرآن واللي حياته كلها القرآن، هم دول اهل الله وخاصته. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا واياكم معنى يعني المعية والأنس والتحفيز والهمة ان احنا نختم. يعني اعرف من البنات 6 بنات دخلوا كلية طب، تعاهدوا، وانا دايما بحكي القصة دي عشان قصة حقيقية انا عشتها، تعاهدوا قالوا احنا دلوقتي كنا ناويين نختم ولكن دخلنا كلية طب ويا 6 سنوات واحنا كان نفسنا نختم القرآن، واحنا صحبة طول عمرهم صحبة مسجد، فقالوا خلاص احنا نحفظ كل سنة من 6 سنوات 5 أجزاء، فخمسة في 6 ب30، ختموا على سنة 6 بيحتفلوا بالتخرج بتاع كلية الطب
وانهم خلاص بيتخرجوا، واحتفالهم الاكبر ختمنا كتاب الله. كل سنه كان لهم 5 اجزاء، تيجي تنام كده تلاقي بتنام كده وبتفوق يا عيني بعد الفجر بتقول لك لسه فاضل صفحه عشان تحفظ الورد بتاعها. الله سبحانه وتعالى يجزي. طبعا طبعا عايزين الهمه في الحفظ يا اخوات، عايزين الهمه في الحفظ، ويطلع حمله لكتاب الله حفظا وعملا. عايزين حفظ وعمل. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا واياكم من اهل القران. اجعل الله سبحانه وتعالى وادعوه في هذه الساعه المباركه يا رب. اللهم ادعوك في هذه الساعه المباركه يا رب ان تمن على كل من يسمعنا وكل من يقول امين، بنات المسلمين اجمعين، بحمل كتاب الله وحب كتاب الله وحفظ كتاب الله، واجعلكم من اهل القران. اللهم امين. هنفتح مجال الاسئله. استاذن بس الناس اللي الله يفنى، نقول لهم جزاكم الله خيرا، حبيت اشارككم بالكلمه ديت، جزاكم الله خيرا، القاكم ان شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.